هي فكره اللائحه ان هي على نفس نسق الحكومه الوحده الوطنيه، ان صار في انقسام سياسي حتى بين المفوضيه، ففي بنغازي وفي طرابلس، فصار ان في مؤسسات هنا مؤسسات في بنغازي، فاللائحه الجديده هذه حتسعى ان يديروا مفوضيه واحده موحده على مستوى ليبيا تشمل جميع المؤسسات. وفوق هذا كله ان اللائحه الجديده فيها مجموعه من الضمانات والمساحه والحريه للمؤسسات بشكل اكثر من قبل، بحيث ان تسمح لها بالعمل بدون اي تعسف من قبل المفوضيه، وفيها ضمانات من اجل التظلمات والى لجوء القضاء الى غيره، بحيث ان نعطي براح واسع للمؤسسات في العمل طالما انها طبعا ما خالفتش القانون. يعني هي بمعنى انها هي المواطنه لهذا باعتبار ان المفوضين المقسمين الى قسمين، والرؤيه فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني المشتته بين الشخص والغرب، اللي يترى المواطن لهذا الاطار وان يواطن مع المستشفى العام. عندكم مساحه بعد هذا اللقاء ان شاء الله ان تعطونا والله بصراحة هي ممكن جد في وقت حرج مناقشة هذه اللائحة، ولكن تأتي أن خيرا لا تأتي. فاللائحة التنفيذية هذه أو اللائحة اللي تنظم مؤسسات المجتمع المدني هي من حكومة الوفاق السابقة، يعني فبحيث أنها تنظم مؤسسات المجتمع المدني، لكن للأسف اللائحة فيها كثير من الغلط. إحنا نقول مثلا كرأي كحقوق إنسان أو كرأي إني كمؤسسات مجتمع مدني، نقول أن اللائحة فيها بنود تتعارض مع الاتفاقات الدولية اللي ليبيا موقعة ومصادقة عليها. من ناحيه البنود الاتفاقيه رقم 15 حقوق الطفل، تقول الماده نص هذه نصيا تقول انها هي من حق الاطفال او النشا انهم يخذوا بهم المراهقين انهم ينشغلوا في انشاء اجسام مثل مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات ثقافيه باش يعلموهم على حب المجتمع وعلى تنميه المجتمع. هنا في اللائحه هذه تقول لك من 18 سنه، معناها ان الطفل هذا بعد 18 سنه ما عادش يفكر ممكن حتى ينشا مؤسسات مجتمع مدني، لان لم يتربى على هذا الجسم هذا. في الوقت اللي احنا نقولوا التعليم لابد أنه يحط مواد ونصوص تنمي حب المجتمع والعمل التطوعي، إذا هي ضد العمل التطوعي في النقطة هذه. النقطة الثانية في نقاط إن هي لازم يكونوا 10 أشخاص ويجيبوا أنهم شهادة براءة أو أنهم يجيبوا مثلا إثبات أنهم خاليين من السوابق وما إلى ذلك. هذه ممكن الأشخاص اللي هم قد يكون عندهم سوابق أو الأشخاص اللي قد يكون عندهم مشاكل ممكن بسيطة أو إلى آخره تكون هنا ضدهم في اللائحة هذه، معنى ما يقدرش يخدم المجتمع الموجود فيه. ما احنا مش كنا في طرابلس عايشين، يعني احنا عندنا جل المناطق الليبية موجود فيها ناس، وفي هذا من حق ان هم يخدموا مجتمعهم. ما من هم مؤسسات مجتمع مدني؟ مؤسسات مجتمع مدني وهم فئة مجتمعية تخدم المجتمع للطريق الامثل والاحسن قبل حتى ما توصل له الدولة، زي ما صار في عملية الحرب والنزوح، من اللي يخدم العائلات ومن ساعد العائلات قبل مؤسسات مجتمع مدني نزلت على الساحة وهي ساعدت قبل الدولة، بعدين الدولة بعد ما دارت لجان وشكلت لجان ورئيس لجنة، بعدين جت المساعدات. اذا احنا اللائحة هذه ماهيش هي اللي تمية 286 ماهيش بصراحة ماهيش ترتقي بحقوق الإنسان في ليبيا أو ترتقي على الاتفاقيات الدولية اللي موقع عليها ليبيا، يعني فيها كثير من المغالطات. وحبذا لو أنا اليوم هنا مش أنا جاي باش بنوقع ونقول أوكي، لا أنا اليوم أنا جاي نحط نقاط اللي بنحطها، وإن شاء الله إحنا النقاط هذه عن طريق اللي هي حكومة الوحدة الوطنية إنه ترى أن هذا الموضوع فعلا مهم، ولو أن حتى بتأجله لبعد الانتخابات في ليبيا، لأن صراحة الموضوع ما هو سهل. توحيد المنظومتين في بنغازي وفي ليبيا مش موضوع حتى هو سهل، يعني يبي جدية ويبي شغل ويبي فعلا مؤسسات مجتمع مدني حقيقية واقفة، مش نحن بس نحن كان هي حكومة الوحدة الوطنية دعوتنا معناها أنا أوكي أنا خلاص حنوقع، لا لابد نراعوا، لأن من حق كل شباب المجتمع الليبي أو من حق كل الأفراد اللي يروا نفسهم أنهم عندهم اللي هو الحب الوطن وأنهم عندهم العمل التطوعي أن ينشوا المؤسسات المجتمع المدني.